صباح الخير، هذا صلاح محتشر من البارحة باليوم يتريح، حد ينزل له برامج على التمون والايباد ماله. موبايل شو؟ مالي على الشارج حبيبي. واحد عندي واحد تحت. وين تحينه؟ بس. والايباد وين؟ خلص ولا؟ لا لسه ما أعرف. ليش ما تسوي حين؟ ها برامج ينزلونها تبغى سكايب. سكايب ولا؟ لسه. شو باجي بعد؟ مسعود لحن. حبيبي مسعود في المدرسة. يلا. تريقت ولا؟ شو كلت؟ شو عادة؟ شباب زين في العافية حبيبي يلا. صلاح. زين ها تليفوني ولا تليفونك أنت؟ لا عندي. زين ليش عندك؟ ها؟ هو تليفوني أنا، ليش هو عندك؟ ما بزعل. جيب. وين تليفونك أنت؟ أشوف راوني. راوني عاد. وين؟ بس خلاص خلي هذا بعد عندي أنا. لا. هي ما شيء. لا 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 ما شيء كل ليش تأخذ تليفوني؟ بتشوف التليفون حقينا هذا. هي نعم تعال مكران تعال تعال بعطيك تليفون هذا لا لا خالد شو عيال مكران نعم تعال فاز عني عليه تليفون هي اي يمكن اظني اكثر من 15 دقيقة هو يالس على هالحالة شافني كنا صلاح يا سيارة لا سيارتي انا؟ ايه ما بتعرف شكلها؟ عارف احلف الله اكيد اكيد يلا راوني يلا تقول تعرف شكل السياره يلا ما يخصني كل روحك يلا ايوه لا يلا حينه يلا اي ها وين المخ عند الله علينا يا ربي شق السيارة تقول تعرف ان شاء الله صلاح وهي تعرف دقها رن بعد بس بس عادي بس بس انزل انزين يوم بسك انزل لا تسوق لا تحرك شو يعني؟ دخلها شوية حطها بترول فيه وايد ولا شوية؟ مشكلة؟ لا لا ما في مشكلة حبيبي. ساعتين برا سوق دقايق خلاص لا لا بس خلاص بردها الحين السيارة مال اللي جاب نسيني بسيارتي نيسان نسمو نيسان دود بس مضبوط نيسان ولا لا؟ نسمو رقم اثنين ولا رقم واحد؟ واحد اشكر فنك رقم واحد؟ ايه اكيد؟ ايه شكرا صلوا فيك. سيارة خليك لا بندها حبيبي بندها. بس حبيب شوية شوف now how many days I order this bill 4 days 4 days yes. not 4 days 1 week بعد تجرب no Saturday you have given انزين Sunday Monday Tuesday Wednesday انزين ها والحين تو يا وكل سامان ظاهر بلي فواتير بلي استكارات هنا يا سربيكم السامان هذا ابوي هذا ابوي التأخير منهم نحن طالبين الحين من بي من اسبوع هو كذا بعد قال 5 ايام وتوهم واصلات ابوي الاوردرات بلي استكارات لا يزعل علينا وان شاء الله معاوضي سامحونا هذا وصل شوفوا ها توهم واصله هذا سير ها وهاي الفاتورة تقولون بس بتو بعد اخر مره شو مي يور هاند بعد مطارج يا عثرتنا هالبيت اللي يجونه يا يطارقون يا يتخسرون اخ عليك شو هو ميك ذس وان ها كل من الفاقة لا شغل ولا ضمنه يا ربي عيب عليك عيب not good ما نقول انت حاط حنا في ايديه لا عيب غلط عيب ها صلاح عيب ولا ما بعيب عيب ها يا ويلك everybody said who is this guy who are you where are you work I work in your company okay what a kind of company it's a trading company we are doing How long you are with me and all these things? Yeah, sir, I'm working with you since 2014. Uh-huh. It's been like 3 years now. Happy? Alhamdulillah, sir. Yeah, خلاص, go. Yeah, thank you.
تمام. مصك واحد عطريز ظهر وصدر واحد. بيت بس صلاح دهوة. كم مرة ما تجهوي انت؟ ثاني بعد ثاني؟ بس عليك حبيبي والقهاوي؟ قهاوي انت قهاوي ان شاء الله. يلا يلا شو صلاح؟ عريس. شو بلاهم؟ عريس اروح بالليل انا بسير معاريس اليوم. انا داخل واسح. ايه شو بتسوي اليوم؟ بتيني المغرب البيت لو بياي؟ لا. زين ما بتين. زين؟ لا. زين. هي إيه لستة في الفلاح اليوم؟ ايه. وباكر الصبح تعال. مشكلة. زين؟ هي. يلا. باي 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 يلا مع السلامة. تمام. صلاح تعرفها منو؟ تعسى ها كول ذات جاي. هاي هاي اتصالات سلم عليه. منو هذا الحينه؟ اتصالات. منو؟ اتصالات. هي اتصالات هذا مهندس مال انترنت. وين تعرف؟ وين تعرف؟ بيسوي تليفونك؟ اللابتوب الايباد. انزين بتسوي الايباد؟ اوكي بيسوي لك حبيبي. قول لي بسوي لي اللابتوب مالي. هب اللابتوب الايباد خبره. بسوي الايباد هي نيد بروجرام ما ادري شو. تيك ماني فروم هم هلا فري بيسوي لك بلاش. اتصالات ابو يا كرام. هاي الاكرام ما بيقصرون. شكرا. يلا طيب. كلتنا ويا الانترنت من يومين عطلان ومن رمسناهم يا سيدي يربعون من البارح باليوم هم يشتغلون. يسترداي فروم ويش تايم يو ار هنا؟ Until until 7. And today just you came or 1 hour ago? Yes, you sir. Came. And you will finish. Yes, inshallah. Inshallah. Yeah. Thank you. Inshallah. Thank you. Thank you. مكران. شو تباه أنت رجال؟ ناصل في علبة. هي حق شو؟ انسي يلا. سي. هاي. مع السلامة صلاح. يلا سيروا. ثانك يو صلوحة. باي باي. ها حط الحزام الحزام. انهم عاد الحين على الموعد الساعة واحدة هم قالين الساعة 11 العروس عادة ما اشوف فخاري هي داخل هي وين وراء مبركنين. الله السلام عليكم. السلام. وين العود؟ والله العود مش موجود. والله؟ نعم. وسيارتي؟ كل شيء تمام جاهز. يا لك تسأل وين العروس؟ هاي يا سعد ما ما بزاهبة؟ والله؟ يا سعد هناك؟ نسمو ما عندك الشكل القديم؟ حريت هاي سيارتي هنا. ايوه يا حافظ على العروس يا حافظ على العروس. يا سلام سلم ما شاء الله تبارك الرحمن ما شاء الله. يا سلام يا سلام يا سلام. عروس عروس. لا عزمتي مناكم لا عزمتي مناكم ولا عدمناكم. بياض الويه ابوي شغل ولايتي واحد وكل زين وكل غاوي لو بحقه لو بحقه لكن الزين زين لو بحقه لكن الزين زين ما يباله ما يباله رمسه. العود وين؟ العود بالفرع الثاني في عياض اللي هناك. ايوه زين. مشكورين جزيلا مشكورين جزيلا. لا شكرا جزيلا بارك الله فيكم. وش حالك؟ منو انت ابوي؟ مراقبين بارك الله فيكم. منو انت بعد؟ مرحبا مرحبا. منو علي باغم؟ مشغلين رادارات ان شاء الله عليهم. ثانك يو ثانك يو ثانك يو. شوربة شو عاد اليوم؟ يا سلام يا سلام يا سلام. يلا وين ها سبون؟ انا ابوي لوبيا ما ادري يسمون فاصوليا هذا وبروكلي ما ادري شو قطاع ثوم بعد وين نزداد ثوم يا عثرتني. I don't know. دوكم هذا الهمبة ترى مقطع من 3 أو 4 أيام. فيوم يكون نص صندوي شلوه أبوي دفنوه في اليونية مالت العيش ويصير أبوي يقيض بقدرة قادر. يغدي فنان رقم واحد. العرب اللي تخبر يقولون إن حل الهمبة يخيس أمهاته. ليش يخيس أمهاته؟ من يحيدون الهمبة أبوي توه بادي يصفر توه مرة.
يقطعون اللي توه بادي صوجع توه من يضربه البلوق قطعوه ودسوبوي في واني مال عيش ولا داخل العيش يعني هنا في نص العيش في نص الوالدي مالات العيش ولا اليواني ابدا ثلاث ايام اي غدي لكم رقم واحد فنان رقم واحد اقول لكم الاشياء هذه اللي توني اربيتكم اياها اللي قبل شوي كانت هني هاي يكون ربع نظيه هباب ما تلحق الضوء بس وطفوا عنه سبب لان العسب يحتفظ بقيمته الغذائيه لازم يلا يلا توت دق الضوء بس طفوا عنه بس يغلي طعمه فنان وغاوي لذيذ نرد عاد على موضوعنا المهم هاي عاد سلطه الكيل مع بذور الكتان هذا كله ما يخصني فيه كله مالهم هم روحهم مال البيت الحين برويكم مفاجاه وهذه بوي المفاجاه بارك الله فيكم عباره عن قبقوب يقول لك عاد الحين القبقوب مثل وبيض يلا ياها شوف البيض رقم واحد هذي نعب شويون هذي فوق كله لحم ريش ها ما ينعب شيء لنا كلهن داية كل وحدة هنا كلهن داية ها أيمع البيض روحه ها خلاف اكله على الفاقه شو البيض بيض ريش خلاف ابوي ما يكتمل ابوي القبقوب الا كان ويا بصل لازم بصل وقبقوب لا تقولون ما قلت لكم بصل وقبقوب قبقوب بلية بصل ما يستوي بصل بلية قبقوب اللي تحرى ابوي القبقوب يشبع غلطان ثم غلطان كل ابوي يلوف وقروف وعزرائيل طشون هذا هذا اللي لحقت عليه بس مع هذا شو اسمه هم شو اسمه نسيت اسمه شو اسمه هذا مكدوس مكدوس بيليان فنمونه قطيع هالكبير ويا اللقمه قطع البيض ما شاء الله تبارك الرحمن ما شاء الله تبارك الرحمن يا غير بويه خاطف طوفان ها. ها شوف ما شاء الله حد فالق محار thank you very much for everything what's your good name Bernard. وانت؟ محمد. Thank you for your service. Okay. And say hi to اتصالات. They done everything well. And we are very happy now. Thank you very much. How many days you are here? Yesterday you spent about how many hours? Three hours. And today? Today around also 3 hours. MashaAllah. Thank you very much. Okay. Thank you اتصالات. Okay. Thank you. ليلهم كديتهم كد من البارح باليوم فرح أرضه فرح شعبه فرح داره فرح أبقاجه وكل قلوب نتبالك فرح ساده سايد بالحمدان وش عاد ينقال نفسي داويها ونفسي وسمها
مبروك ما دبرت الشيء. الله واسطة ولا ما في واسطة؟ في واسطة. شو واسطة؟ شو اللي انت واسطة؟ انا اسوي لك تليفون ما يسوي مشان خالدي تليفون. اوكي. انت جيب طلبية اوكي؟ احسن صح؟ هذا نفر قبل شوية. إيه؟ ليش أنت تبيع هذا ما يسوي خبر حقي أنا؟ أنت ما يشيل كلمة أنت ما غلط أنا كل باب خالد ما تنزل. ما يشيل. أنا ما يدري ترى. ها. أنت مرة. ليش هو يقولك ما يخبر بابا أنت يقول أنا ما يخبر؟ أوكي وأنت تقول أني أنت ما يقدر خبر. هي. أنا أنت جيب أنا أقول أوكي ما في خبر أنا جيب. ما يخوف أنا يسوي فنش أنت؟ لا. ما تخاف. أنا ما في قلت أنا ما في خوف ولا. الله إنك. مساكم الله بالخير والنور والسرور. كيف حالكم كيف انت؟ متأخر 10 دقائق على موعد الكابتن وبياكلي كبدي. زين في الكابتن أول ما يتهندق إذا تأخر، لكن يعطيني 10 دقائق من الساعة اللي من عقب يعني، عادة من 9 لـ10 يعني 100% وحد غيره. غير حتى لو تأخر 10 دقائق يعطيني 10 دقائق متأخرات يعني من بدال من 9 لـ10 يخليني لين 10 و10 دقائق. انزين. تعرفون شو يعني كديت عمري كد اليهد؟ هذا هو هذا اللي يرمسون عنه كد اليهد. اليوم انا كديت عمري، فاعتقد اذا الله جعلنا من الحيين ان اليوم شيء خروفه. اليوم اعتقد انه شيء خروفه، بحاول اجلب الذات. عاده يكون في نشاط حق خراريف، ومن اوصل البيت واتعشى يثقل لساني ويجيني الرقاد. انزين الحين المهم مثل ما اتفقنا ان شاء الله من اوصل البيت اني بدق لكم بسوي لكم سنابات اول. الله يلا برايكم الحين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مساكم الله بالخير. ابوي اول بادي بتعشى وخلاص بعد لكم الخروخه ما في يتغير، بيبرد عشاي مسوي بعد شاي على الله يحفظكم. ناتق بعد ناتق روحي باد عنه، قلت لهم يسووا لي كيمه لكن بدون لحم بس جليه بصل ويا باسيلا خضراء ويا ثوم وما ادري شو الخروشان هذا كامل وشي تغني شرات جليت الجبود لكن حافه شي تنكلك بدون خبز. يومي على الله يحفظكم خروفه وفيها وصف. الوصف يقول احب مسعود من صوب عمه، احب مسعود من صوب عمه. وشي اللي بعد وصف ثاني شبيه اللي احب مسعود من صوب عمه، مثل يعني بركات الجت يشرب الثيل، هذا شبيه يعني قرينه. الوصف هذا اللي هو حب مسعود بصوب عمه له خروفة وقصة، وإن شاء الله أني بعدها عليكم إذا الله جعلنا بالحيين إن شاء الله. هذا طالت عماركم ريال بني شامس من سكان سعرة، وعندهم خويدم يقال لمسعود، مسعود عاد كبر في السن قدع شيبه، مسعود ريال عود في السن يا غير مربي لعيال مربي عيال لعيال مربي لبهات لأمهات وأبطحي عندهم وكمل دهر وأرض البريمي سيح. السيح هذا سيح لبسيوح البريمي من ييها الوسمي آزمة الدنيا خضرة تموي. سعود هو اللي قابض الحلال حلال بني شامس، يسرح به من طعس لين دعثور لين سيح لين ما يخليه ببقعة. عم سعود عمه اسمه حمدان الشامسي. انزين وعلى مسعود شاف رجال كبر في السن وقال ابوي بخلي بنتي قالها نورة، قال نورة من اليوم وساير بنيت ما شاء الله زمل بلوغ 12 سنة 13، قالها كل طالع شاب. قال حق بنته يا نوير، ترى بعد بني شامس نورة يدلعونها نوير يعني ساير ضامن على السلك هذا المراد، قالها يا نوير كل طالع شمس تسرحين بالحلال
ويا ابوك مسعود ويوم بيعديكم غير بان تراكم بتضغون. قالت ان شاء الله يا ابوي مالك الا طيبة الخاطر. ومسعود مثل ما قلت لكم مربي الابهات مربي اليدود وعباره رجال ما شاء الله عليه في خير يعني وممنين منه ومربنهم. بعد شوف يا شيخ دينا المربط الفرس مربط الفرس ان نوير شال زين ما حد شله يقول لك يوم بتشرب الماء يبان من منحرها جريته. يقول لك يا غوان شاله تن نوير ما شل ولد امه وابوه يقطر من كثره يقطر كان شيء غوى بنادم يقطر غوى نوير. وابطت ابوي عاد نوير ويا مسعود كل طالع شمس ابوي يسرحه ولا دمبك ساير ودمبك ياي دمبك ساير ودمبك ياي ويا هالبيشان ويا الحلال. كل نوير عندها ولد عم ولد عمها اسمه سلطان الشامسي ومن عوايدهم بني شامس ما يوزون الغريب ولد العم ياخذ بنت عمه. وسلطان هذا يعلى الله يحفظكم من يطرون لأسم نوير كان يالس نش وكان ياكل ولا يشرب ماء ترى ابويه نشب في مسرطه من كثر ما هو متولع بنت عمه يتشرق باسمها من حد يطريها شرق. هذا الولع الاولي هايش التحرش ما بحب الحين ابويه التليفون وظهري خاري ولا بخطف عليك ولا ابوي على الانترنت ولا سكايب وطحنت الزمان. حب الأول أبويه رجال أبويه يتشافك شوفة الأنثى من يشوف سويعية تولع عبادته فز قلبه. الحين حين أبوي الرجال ويا الحرمة تحرى له ثالث خواته والله ولا يقول ما حد يقول حق الكلب سي عفان الله. ولا الرجال من يشوف الحرمة مسير يومين ينينونه. الحين أبوي الرجال حال حالها أختك مثلك صبر جميل بالله. لمراد نحن ابوي ما بطولها وهي قصيره برد على سالفه ابوي مسعود ويا نوره. لمراد ازم ابوي انت يا سلطان يوم يحيدهم يحيد ابوي نوير ومسعود وصلوا وين المرعى الدبش وين يرعن. قال ابوي حق مسعود استريح ابوي انت فضله وانا ابوي بنش بالمهمه بدالك. ايش التحرون ترى سلطان ممتحن ممتحن في حب ابوي نوره يازم يقول حق مسعود ابوي يجلس ابوي في الظل ابوي انت عان التعب والغربه اي لس ابوي في الظل والظليل وخل ابوي المكده علي ويازم ابوي يلقط حتات النخل ويحش الثمام ويازم ابوي يروي ويسجي ويضرب ابوي بالدلو لين تتقطع يديه كل ابوي لاجل شو بركات الجت يشرب الثيل. طان حبه البنت عمه حب شريف حب عذري وهذا اولا. ثانيا ماوي على مسعود مسعود رجال عود فياوي عليه لازم سلطان يكد عمره ويحش ويلقط ابوي حتات النخل في هاك الحر وهاك القيط لجل ابوي يشوف نوير لو من بعيد لو يشوفه لو من البعد. تخيلوا بيبذل هاك المجهود كله لجل يشوف نوير لو من البعد لو بيسمع حسه يسمع الحس يسده. ربعك انت يا سلطان وهاليك والليلك واقرب الناس كلوا لويه نقموا نقمه كيف انت تصير تتبشك تته العرب وآزمه ومتوحينه. انت كيف ما تخيل كيف تقبض مهرة مسعود انت شيخ ولد الشيوخ تقبض مهرة مسعود. آزمه يعايرونه عايرتس عرب محاش حوشة كيف انت تقبض الخدمة والمهر اللي ما بمهرك انت انت ابوي شيخ كيف تقبضها. افتر لهم على سلطان خلاص هذا ما به. قال لهم ابوي احب مسعود من صوب عمه ولا انا مالي بحب اسود الينبراده. فنشت عاد العرب عرفوا انك انت حين يا سلطان تصير تتبشكر وتقبض مهرة مسعود لجل شو لجل شوف نوير. لازم هذا الوصف احب مسعود من صوب عمه والسب شو حبك انت يا سلطان لنوير بنت عمه. يلا تصبحون على خير.